كنا بلشنا الحديث وحكينا شوي عن الاكتئاب الموسمي. صح سلمى، يعني لما بتقرب الشتوية كتير من الأشخاص بصير معهم نوع من الاضطراب، الكآبة، الحزن، صعوبة باتخاذ القرارات. ما بدنا نبلش بشغلات سلبية، لا، لازم نحن نقدر نطلع حالنا من هي الحالة ونعرف كمان أنه هي حالة طبيعية ومنتشرة بين كتير من الناس وبمختلف أنحاء العالم. لما يمكن بيقرب فصل الشتي ومنفوض بفصل الخريف تتغير الحالة النفسية والمزاجية، فينا نقول اضطراب عاطفي أو الاكتئاب الموسمي سلمى مثل ما بنسميه. صحيح فرح، هو كمان هذا الشيء بيرافقه شيء جسدي، يعني كلياتنا بنعرف اليوم الاكتئاب ما بس هو بيأثر على نفسية الإنسان، كمان بيأثر على تصرفاته الجسدية، ممكن يصير أكثر كسل أو ممكن يصير أكثر عنف، أكثر انعزال، وكثير من الأعراض اللي ممكن يمر فيها من القلق، الخوف وغيرها. كل هاي التفاصيل رح نعرف طبعاً كيف ممكن نتلافاها وشو ممكن نعمل لحتى نمرق من هاي الفترة كل سنة مع الاستشارية الاجتماعية سلوى عرنوس. صباح الخير أستاذ سلوى. يسعدي صباحك وصباح الطاقة الحلوة الإيجابية بعد شوي عن الاكتئاب ببداية هذا الصباح. أكيد. بس خلينا نعرف شو هو الاكتئاب الموسمي، الاضطراب العاطفي بهي التسميات الكتيرة، شو هو وهل هو خاص بس بفصل الشتاء؟ حلو. هلا نحن في كثير اشخاص لما بيجي فصل الشتاء بيعتبروا انه هذا فصل رومانسي حلو، المطر بتنزل بنتمشى تحت المطر. بعض الاشخاص بالعكس بلشوا يحسوا حالهم انه منهم مبسوطين، مو حابين يقعدوا مثل العاده مع رفقاتهم، حاسين انه كل ما قعدوا بالبيت اكثر احسن، بيناموا كثير، بصير عندهم اكل زياده وزن مفاجئه. كل هالموضوع اسمه اكتئاب موسمي او قلق اجتماعي، ولكن الحقيقه انه حتى كمان بالصيف في بعض الاشخاص بيصير عندهم هذا الموضوع، ولكن منتشر اكثر موضوع الاكتئاب الموسمي اللي مرتبط بفصل الشتاء. في عندنا سببين. السبب الاساسي انه كثير اشخاص بيكون عندهم تاريخ، يعني في عندنا حدا بالعيله عنده اكتئاب، هون بنخاف الموضوع انه تكونوا حدا في عنده اكتئاب انه نحن ننتبه ما نفوت بالاكتئاب كثير. السبب الثاني طاقيا، نحن لما بنبلش بفصل الخريف هو فصل بيطلع مشاعرنا السلبيه على السطح، وكأنه عم يعطيكي مؤشر انه صار الوقت تتخلصي من المشاعر السلبيه اللي اجتمعت جواتك نتيجه هذا العام. فنبلش بالشتاء اذا نحن ما تخلصنا من هالمشاعر نحس اننا منزعجين، لانه بالحقيقه صار لازم نترجم شو جواتنا ونسمع لحالنا، شو هي المشاعر اللي مضايقتني، شو المشاعر السلبيه اللي جواتي وكيف انا اعبر عنها، فرغها، اتخلص منها. طبعا فينا، ولكن البعض بيضل هيك ساحب معه الاكتئاب ليبلش فصل الربيع، بيرجع لنشاطه، بيرجع لطاقته، ولكن اكيد فينا نتخلص من هالفكره. اكيد. طيب استاذ سلوى، خلينا نحكي شوي، اليوم تختلف الاعراض من شخص لاخر تماماً. وكمان حسب طبيعه الشخصيات. صحيح. طيب شلون انا بقدر اعرف انه انا اللي عمر فيه هو اكتئاب؟ طبعا ان كان اكتئاب موسمي او اكتئاب سبب تغير الحاله. حلو. النفسيه. تمام. هلا اول شيء اشعه الشمس جدا مفيده لنا، تعطينا فيتامين د، بتساعد بانه نحن يكون عندنا سيروتونين منيح، ميلاتونين، دائما عندنا طاقه ايجابيه. غياب الشمس وانه النهار عم يخلص 5 العصر ما في ضوء كثير فعلا بياثر على جسدنا. فنحن لما بنحس بهذا الموضوع اول، حتى بالشتاء بتظهر الشمس شوي، عرض نفسك للشمس، عرض نفسك للضوء، تخلص. لكن اذا لقيت حالي اني منعزل اكثر من اللازم، نشاط عملي خف كثير، اكيد انا بحاجه استشاره، لانه الموضوع ببين، ما بيكون مثلا مده قليله، مده زياده. هلا بيقولوا النساء اكثر عرضه للاكتئاب الموسمي من الرجال، بيرجع لطبيعتنا نحن بنتاثر كثير بالهرمونات. فغياب فيتامين د وغياب الشمس اكيد بياثر علينا كلنا بصراحه، كلنا بنحس مو نشاطنا تبع فصل الربيع. بتحسي اول ما ببلش فصل الربيع نشاط بدب جسمك، يعني تحسي حالك كلك نشاط، اكيد حنحس انه خف الموضوع. لهيك ضروري اذا انا عندي نقص فيتامين د باستشاره طبيه اني اخذ فيتامين د، عرض نفسي للضوء قد ما فيني، عرض نفسي للشمس كل ما كان في مجال لهالموضوع. ركز على اني ما نام كثير بنهار، لا، نام بالليل وفي بنهار، واعمل نشاط رياضي. النشاط الرياضي بيساعد كثير انه نطلع من الكآبة اللي نحن فيها، حتى لو كانت كآبة غير الاكتئاب الموسمي. النشاط الرياضي بحد ذاته بيساعدنا انه نكون بطاقة ايجابية. ناخذ الاعشاب اللي هي مثلا البابونج بيساعد كثير بتغير المزاج، المليسة، كل شيء اعشاب بتساعدنا بانه نحن نكون بطاقة حلوة. اجتمع بالناس الايجابيين لحتى انا ما ضلني مستسلم، يعني هي فكرة انا اخترت هالفكرة انه جو الشتاء بضايقني، هي فكرة،
لما انا بستسلم لهالفكره فرح اساهم بانه كم شهر حيروح من حياتي وانا مكتئب، لا انا مالي مضطر اني اقطع هذول الاشهر هيك. خلينا نبحث عن شيء جميل بهذا الفصل الا نلاقي، خلينا نلبس الالوان اللي بتعطينا البهجه. يعني هلا نحن غالبا بالشتاء بنروح للالوان الغامقه، اذا انت حاسس انك مكتئب روح على الالوان الدافيه، روح على الاحمر، على الفوشيا، على الاورانج، البس الوان حتى تاخذ هي الطاقه الحلوه، احضر شيء كوميدي، اجتمع بالناس الطيبه، الناس الايجابيه لحتى شوي نطلع من هي الطاقه، وخاصه نمشي بالطبيعه، الطبيعه بتعطينا طاقه كثير حلوه. اليوم خلينا نقول مو كل الاشخاص يمكن عندهم هي الاراده وقوه الشخصيه لحتى نحن فعلا نكون اطباء لنفسنا ونطلع من هي المشكله اللي هي فعلا موجوده ما بنقدر ننكرها. لكن امتى بتحسي انه الشخص فعلا لازم يشوف طبيب نفسي في حال تفاقمه؟ تمام، خلينا نقول اول شيء كيف يشوف استشاري، اخر شيء الطبيب النفسي. طبيب نفسي معناته هو موضوع اكتئابه تعدى مرحله الشهر، تمام، والاهل بيلاحظوا انه هو نشاطه ما عاد تمام، عم ينام ساعات كثير طويله، عم ياكل ما بده حدا يحاكي، او مثلا ما عم ياكل ابدا، فالحياه صار لا طعم ولا رائحه ولا لون. تمام، هون اكيد بدنا طبيب نفسي. يعني الفتره الزمنيه اول شيء خلينا نقول انه هي اللي بتحدد. ايوه طبعا، يعني ما انا فتره يومين ثلاثه، هلا كلنا اذا كنا متضايقين منزعجين ممكن يومين ثلاثه ما نكون اوكي، كثير طبيعي. تمام، وخاصه النساء بتغير هرموني كثير طبيعي، ولكن إذا أنا حسيت حالي مالي تمام، هلأ نحن كتير منتشرة الكورسات والورشات اللي بتساعد الشخص إنه يطلع من جوه اللي ما إنه إيجابي. والاندماج الاجتماعي بحس إنه هو شيء كتير عامل مهم، يعني جداً. تمام، بس بالناس الإيجابيين. تمام، يعني اختار الناس اللي بتحبهم، الناس الإيجابيين اللي يساعدوك تطلع. دائماً بقول أكتر شيء فعلاً صدقاً بيساعدنا بتفريغ مشاعرنا السلبية للرياضة. الرياضه كافيه، يعني لما بنروح بنلعب ساعه زومبا او ساعه ايروبيك مع هذا النشاط الجماعي فعلا الشخص بيفرغ طاقه سلبيه كثير كبيره وبيشعر انه طلع من الشيء اللي هو فيه. تغيير لغه جسدك، مجرد تغيري حركات جسدك بتاثر على الهرمونات داخلنا وبتاثر على جسمنا وبتاثر على نفسيتنا. يعني الشخص لما بيجلس جلسه صحيحه بيخفض الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، تخيلي. فموضوع النشاط الرياضي بيساعد برفع هرمون السعادة. المشي نصف ساعة، يعني يوم اي يوم لا، حاول تمشي نص ساعة لو انت هذا الجو مالك حابه، حاول تمشي نصف ساعة. هذا الموضوع بيساعد كتير 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 بانه نحن نطلع من الطاقة السلبية. ولكن اذا انا ما عم برضى اني اروح مارس هذا النشاط الرياضي، ما عم برضى اشوف حدا، اكيد انا بحاجة استشارة طبية، اكيد، لانه الدكتور بده يشوفني ليساعدني. ليش انا عم برفض اني ساعد نفسي؟ اما انا مكتئب، إذا مارست الرياضة معقول استفيد؟ أوكي خلينا نجرب، معناتها أنا شو؟ مع لساتني بالسليم، لساتني بمنطقة قدران يكون عندي إرادة، بس عدم وجود الإرادة ما عاد اكتئاب موسمي. نحن صار في عندنا تراكمات داخلية، والجو ساعد بإني أتذكر هي التراكمات ودخلت بعزلة الآلام. ولهيك بنقول كثير مهم إنه نفرغ هي الآلام. من طرق تفريغ الآلام التنفس، يعني أنا إني أتذكر الشيء اللي عم يألمني ويوجعني وآخذ شهيق عميق وآخذ زفير. طبعا الشهيق بالبطن، الشهيق الصحيح، والزفير ببطء، وأنا عم بتخيل إني أنا فعلا عم بتخلص من هاي الآلام. هي أحد الطرق اللي بتساعد إنه الشخص يتخلص من آلامه. الطرق الثانية اللي بتساعد كمان الأشخاص يتخلصوا من آلامهم إنه نحن نكتب بقلم أسود على الورق، نكتب كل شيء زعجنا، نكتب 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 ونشق هذا الورق، ونشعر انه نحن عم نفرغ هاي المشاعر السلبيه. بالاضافه برجع بقول ممارسه الرياضه والجلوس مع الناس الايجابيين. وقت الانسان بفوت بالاكتئاب بلش يدخن كثير، يشرب قهوه كثير، لا، غير سلوكك لتغير نتيجتك. تمام، اذا ما بدنا نستمر بالسلوك السلبي ما رح نستفيد. اذا انا بدي نام بالنهار واسهر بالليل رح اكون مكتئب. طبعا اذا نمت بالليل وفقت بنهار فئه بكير، تخيل هي الساعات بتساعد اني انا اكون بطاقه ايجابيه. كل حدا حواليه ناس تحبه حب حقيقي وتدعمك ايجابيا تمسك فيهم، لانه هدول اطبائك بوقت صعب ممكن يساعدوك انك تطلع من هي الازمه. طيب استاذ سلوى، خلينا نحكي كمان اليوم الدراسات والابحاث الاخيره صنفت الاشخاص طبقا لان كانوا اناث او ذكور. فقالت الدراسات انه الاناث هن الاكثر عرضه خلال صحيح الفترات بطبيعه الاحوال انه المراه اصلا بتعاني من تغيرات هرمونيه شهريه. تماما، فقد هذا الشيء فعلا ممكن يكون صحيح التاثير او لا؟ فعلا الانثى هي حساسه اكثر، شاعريه، تتاثر باي تغير يمكن بحكم انه عندها هذا الاحساس العالي.
فهي بتتأثر بالموسم، بتغيير الطقس، بتغيير الهرموني، بأي ظرف. عند الشاعرية أكثر، هي كائن عاطفي، فطبيعي أنه تتأثر أكثر. دائما الأنثى هاي المواقف بتذكرها بكل شيء. يمكن موقف الشتاء يذكرها بحنين، بذكرى ماضية، بفراق قديم. يعني هي حدا كائن حساس، ودائما نحن بهذا الموسم بنتذكر الاشياء اللي راحت، بنرجع للماضي. ليش عم اقول انا لازم نحن نفرغ مشاعرنا السلبيه؟ كاننا عم نبدا بدايه جديده. خلي الشتاء هو تطهير للارض وتطهير لنا من اي مشاعر سلبيه، فطبيعي الانثى تحسيه بتتاثر اكثر، لانه هي كائن عاطفي حساس، عنده الرقه كثير وضع طبيعي اكثر من الرجل. الرجل كمان بيتاثر في اكتئاب موسمي، بس اقل مننا بكثير. ممكن ما بيعبروا كمان، لا هن اقل مننا بيعبروا بانهم بينعزلوا، ببعدوا كثير عن الاشخاص اللي حواليهم، او بيتفششوا بالاكل. اكيد بالاكل حيتفششوا اكثر مننا. بما انه نحن عم نحكي كمان عن الاكل، بنسمع انه في اطعمه معينه بتعطي طاقه للجسم، وهذا الشيء كمان بينعكس على النفسيه. صحيح. ومنها الشوكولا مثل ما بنقول هي المره طبعا اللي بتعطي سعاده. شو مدى صحه هذا الشيء؟ شو هي الاطعمه يعني؟ نحن ما بدنا تعمل كمان كثير زياده وزن، هلا خلينا نقول الشوكولا المرة اكيد كثير منيحه. حلقات الشوكولا الحلوه ليش نحن ما بنقول كمان بتعطينا سعاده؟ ولكن اذا كنت شخص عصبي، غذاء المخ الحلو بتزيد عصبيتي، فحتى ما تزيد عصبيتي خلينا على الشوكولا المرة. فعلا بتعطي طاقه ايجابيه. مكسرات، مكسرات تعطي طاقه ايجابيه. اكل الفواكه بتساعد كثير انه نطلع من الطاقه اللي نحن فيها، اكثر من نروح مثلا على المعجنات وعلى الامور الثانيه اللي هي حتتراكم. لانه كل ما اكلتي اكل صحي هيلثي بتحسي براحه اكثر، بتحسي بطاقه اكثر اكيد. والعصير الطبيعي اكيد، يعني معلومات كثير مهمه. بنتمنى هيك نكون بلشنا صباحنا، اعطينا شوي لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا شويه تفاؤل. وان شاء الله هاي الشتويه تكون احسن من اللي قبلها. ان شاء الله هيك يكون. شكرا لك. فصل الشتاء فصل المحبه وسعاده لكل العالم. ان شاء الله يا رب. بدنا نتشكرك ببدايه هذا النهار. شكرا، بدي اتمنى لك بقيت نهار كثير حلو. والك كمان يا رب.